اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اغفر لها وتولها برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع سيدنا محمد، وشرفنا وكرمنا بمحبته. الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويدفع نقمة ويكافئ مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما بعد، فيا أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لازلنا نتفيأ ظلال شهر ربيع الأول، شهر النور والحياة، شهر العزة القعساء، شهر الخلود والمجد والبقاء. لازلنا نعيش في كنف الحبيب عليه الصلاة والسلام، وسنظل في الدنيا والآخرة تحت لوائه وتحت كنفه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم اجعل حبك وحب نبيك صلوات الله عليه أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن نفوسنا التي بين جنباتنا بين جنباتنا، ومن الماء البارد على الظمأ، ومن كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. سئل سيدنا علي كرم الله وجهه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه وكرم الله وجهه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأولادنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ. هكذا كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولقد دلت الوقائع وشهدت الشواهد على أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان رسول الله أحب إليهم فعلاً من أموالهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم ومن كل شيء في حياتهم. إن التاريخ ليحدثنا أن سيدنا زيد بن الدثنة رضي الله عنه أسرته قريش وأرادوا صلبه، رفعوه على الصليب وبدأت الرماح تنهش لحمه والسيوف تنخر في عظامه والدماء تسيل منه. هنا في تلك اللحظة التي كان يواجه فيها الموت سأله زعيم مكة أبو سفيان بن حرب، قال له: يا زيد، أنشدك بالله، أتحب أن محمداً الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت جالس في أهلك؟ فقال سيدنا زيد رضي الله عنه: والله يا أبا سفيان، ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فيقول أبو سفيان: واللات والعزى، يقسم باللات والعزى، والله واللات والعزى ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلوات الله عليه. ولما فاوض أحد المشركين وهو عروة بن مسعود الثقفي، فاوض رسول الله نيابة عن قريش قبل صلح الحديبية، رجع إلى قريش، قالوا: ما وراءك يا عروة؟ قال: يا معشر قريش، والله لقد دخلت على الملوك، دخلت على كسرى وقيصر، ودخلت على الملوك والزعماء، والله ما رأيت مثل أصحاب محمد مع نبيهم، والله ما تنخم نخامة، أي ما بصق بصقة إلا ووقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وثوبه، والله ما توضأ إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، لا تقع قطرة من الماء ماء الوضوء على الأرض. أطيعوني يا معشر قريش وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. صورة رسمها أصحاب النبي صلوات الله عليه تبين لنا محبتهم، لم تكن محبتهم شعارا يطلقونه، كلنا الآن نقول نحن نحب رسول الله. أخي المسلم، هل تحب رسول الله فعلا؟ للمحبة علامات وشروط. إذا كنت مواتيا لهذه العلامات فأنت محب حبا حقيقيا، وإلا فاضرب بهذه المحبة عرض الحائط. ليست المحبة دعوة تقال، ليست المحبة لرسول الله شعارات نطلقها، ليست المحبة لرسول الله أن نحتفل به فحسب. الاحتفال الحقيقي برسول الله أن نعلن اتباعه صلوات الله عليه في القول والفعل والحال والخلق، وإلا فلنضرب بهذه المحبة عرض الحائط. كذب كل من يدعي محبة رسول الله وهو غاش لأمة سيدنا محمد،
كذب كل من يدعي محبة رسول الله وهو يغتاب المسلمين، كذب كل من يدعي محبة رسول الله وهو عاق لوالديه، وهو ممتنع عن الزكاة والصدقات، وهو سيء الخلق، سيء المعاملة، سيء الجوار. هذه المحبة، اسمحوا لي أن أقول إن هذه المحبة محبة مزعومة لا جدوى منها ولا طاعي. أول شرط في محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو اتباعه في القول والفعل والحال والخلق. تكون معاملتنا فيما بيننا على أحسن وجه، فالدين المعاملة، ليس الدين فقط بالصلاة والصيام والزكاة والحج والاحتفال، هذا لا بد منه، لا بد من الصلاة والزكاة والحج والاحتفال برسول الله، بسيد مخلوقات الله في الأرض والسماء، ولكن علينا أن نكون محتفلين حقيقيين باتباعنا له صلوات الله عليه. وإلا فأنت تعصي رسول الله وتظهر حبه، كما قال الشاعر: تعصي الحبيب وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثاني هذه الشروط هذه المحبة هو نصر دينه بالقول والفعل والحال والخلق. حينما تتبع رسول الله فأنت تنصر دينه، حينما تتمشى مع أوامر النبي في شرعه فأنت أكبر ناصر لدينه، حينما تتمسك بشريعته فأنت تحارب أعداء رسول الله وأنت في بيتك، لأنك نصرت دينه باتباعك له في الحال والقال والفعل والمعاملة والتمسك بأهداب شريعته. الشرط الثالث في محبته أن ترضى بما حكم لك رسول الله أو بما حكم عليك. أما أن ندعي محبة رسول الله ولا نرضى بحكمه، إذا حصل بينك وبين شريكك أو بينك وبين من تعاملهم حصل خلاف، فقلت له: لا ألجأ إلى الشرع، إنما ألجأ إلى العرف أو ألجأ إلى أصحاب الخبرة، فأنت في محبتك هذه كاذب، واسمحوا لي بهذه الكلمة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما شجر أي فيما اختلفوا فيه، والشجار هو الخلاف، أن تحكم شرع الله في خلافك مع شريكك أو مع من تعاملهم. أما أن تقول: لا أرضى بهذا الحكم الشرعي، ولا أرضى بحكم المفتي، ولا أرضى بهذا الحكم الإسلامي، فأنت ربما تخرج بهذه الكلمة عن الإسلام بالكلية. فلا وربك، يقسم الله برب محمد، وهذا أكبر قسم لله، فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يكفي التحكيم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يجدون في أنفسهم كرها لهذا الحكم الشرعي. والشرط الثالث: ويسلموا تسليما. إخوة الإيمان والعقيدة، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون أروع المثل في حبهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى على مستوى الأطفال، حتى على مستوى النساء،
حتى على مستوى الكبار والصغار. امرأة من الأوس من بني عبد الأشهل تدعى أم عامر، خرجت تستقرئ أنباء المعركة لأن ابنها وزوجها وأخاها وأباها كانوا مع رسول الله في تلك المعركة. بعد انتهاء المعركة سألت عن أبيها، قالوا لها لقد استشهد. سألت عن زوجها، قالوا لها لقد استشهد. سألت عن أخيها، قالوا لها لقد استشهد. سألت عن ابنها وفلذة كبدها، قالوا لها لقد استشهد. أركان الحياة الأربعة: الأب والزوج والأخ والولد. فماذا فعلت أم عامر؟ امرأة مات، استشهد أبوها وزوجها وأخوها وابنها، هل شقت الجيب؟ هل لطمت على خدودها؟ هل ولولت ودعت بدعوى الجاهلية؟ أتدرون ماذا قالت؟ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فكيف حال رسول الله؟ كيف حال رسول الله؟ قالوا: هو بخير يا أم عامر. قالت: أرونيه أنظر إليه، أرونيه أنظر إليه. فلما بزغت في وجهها طلعة الحبيب المصطفى قالت: الحمد لله، الحمد لله، كل مصيبة بعدك يا رسول الله أمرها جلل، أي أمرها هين. فقدت أركان حياتها الأربعة لكن رسول الله بخير. ما دام رسول الله بخير فلا قيمة. كل مصيبة بعدك يا رسول الله أمرها هين، أمرها جلل، أمرها بسيط، ما دمت أنت على قيد الحياة. تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: خرجت بعد معركة أحد فرأيت امرأة من الأنصار تقود جملا لها، وعلى الجمل قتيلان شهيدان. قلت لها: يا أم فلان، ما الأخبار؟ ما الخبر؟ قالت: رسول الله بخير. أول جواب: المهم في هذا الأمر أن رسول الله بخير واتخذ الله من المؤمنين شهداء. قلت: يا أم فلان، من هذان القتيلان على جملك؟ قالت: هما ابناي ولداي استشهدا في معركة أحد. لم تقل لها في البداية إلا: رسول الله بخير. سيدي يا رسول الله، لك في القلوب محبة ووفاء، والمال منا والنفوس فداء، يا سيد الأكوان إن لقاءكم يوم القيامة فرحة وهناء. لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع، حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت يوما لموسى المراضع. على مستوى الأطفال، طفل في الثانية عشرة من عمره يسمى طلحة بن البراء، هذا الطفل كان يغدو على رسول الله منذ الصباح ويجلس بجانبه ويلصق ظهره به ويقول: يا رسول الله، إني أحبك فمرني بما شئت، والله لا أعصي لك أمرا. كان يكرر هذا الكلام كل يوم. فقال له النبي يوما: يا طلحة، أتحبني فعلا؟ قال: إي والله يا رسول الله. فأراد رسول الله أن يمتحن حبه. اسمع،
أراد رسول الله أن يمتحن حبه ليسمعنا وليرينا صورة هذه المحبة عند هذا الطفل الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، 12 سنة. قال: يا طلحة، أتحبني؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فأتني برأس أبيك، اذهب فأتني برأس أبيك. فقام الغلام وانطلق كالسهم المصوب ليأتي النبي برأس أبيه ليذبح أباه، لأن رسول الله هو الآمر وهو الناهي وهو الشرع وهو الدين. فانطلق الغلام، ولكنه لم ينطلق بضعة أمتار حتى ناداه رسول الله: يا طلحة أقبل، ارجع، فإني لم أؤمر بقطيعة رحم. لكن طلحة هذا نجح نجاحا منقطع النظير في هذه المحبة. بعد أيام مرض طلحة مرض الموت، فجاء رسول الله بنفسه ليعود ويزوره. ولما انتهى من الزيارة أسر في أذن والده، قال له: يا أبا طلحة، لا أرى ابنك في هذه الليلة إلا ميتا، فإذا مات ابنك فآذنوني وأخبروني حتى أحضر جنازته. وانطلق رسول الله صلوات الله عليه. فلما انصرف رسول الله قال طلحة لوالده: يا أبت، لا أراني اليوم إلا ميتا، فإذا أنا مت فلا تخبروا رسول الله. لماذا يا طلحة؟ ألا تحب رسول الله أن يحضر جنازتك؟ قال: يا أبتا، الوقت وقت شتاء وبرد ومطر وطين، ونحن في حي اليهود، لا تخبر رسول الله، فإني أخشى عليه من اليهود أن يغدروا به. ادفنوني في جوف الليل، وعند الصباح أخبروا رسول الله بموت. وفعلا نفذ له والده وصيته ومات طلحة، ودفنه والده في جوف الليل. وعند الصباح غدا أبوه على رسول الله وأخبره بموته ودفنه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثلة من الصحابة، ووقف على قبر طلحة ودعا الله ثم قال: اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. مات طلحة، ولكن حبه ظل مشعشعا في قلبه. يا طلحة، يا شهيد الحب، يا شهيد العشق الإلهي المحمدي، إن مات جسمك يا طلحة فالهوى يحييه، جسد تمكن حب أحمد فيه، فالله إن الأرض لا تمليه، هم بالحبيب محمد وذويه، إن الهيام بحبه يرضيه، إن مات جسمك فالهوى يحييه، جسد تمكن حب أحمد فيه، فالله إن الأرض لا تبليه. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلوات الله عليه، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن نفوسنا التي بين جنباتنا، ومن الماء البارد على الظمأ، إنك سميع قريب مجيب. لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.